عندنا في مصر ميدان اسمه ميدان التحرير. ميدان ده عمره مثلا 50 سنة، وهو رمز من الرموز المصرية. الثورات كلها والمظاهرات كلها والأحداث التاريخية كلها بتحصل في ميدان التحرير. وعلى مدى عمر ميدان التحرير ده كله متغلبين ومش عارفين نحط فيه ايه. مرة يروح حاطين قاعدة لتمثال وما يحطوش التمثال، وبعدين يشيلوا قاعدة التمثال ويحطوا العلم، وبعدين بعد شوية يقول لك لا مش عايزين هنا العلم، شوية يقول لك ده هنعمله مش عارف ايه، هنا هنحط فيه تمثال مش عارفين نعمل فيه. لغاية ما من كام يوم في فكرة انه يتم نقل عدد من التماثيل اللي هي يعني تمثال مصغر لأبو الهول الكباش من الكرنك علشان تزين ميدان التحرير. طبعا الدنيا اتقلبت، ازاي التماثيل دي تتنقل من الكرنك؟ وهل التماثيل دي بتاعت طريق الكباش ولا تماثيل اخرى؟ مين اللي خد القرار؟ طب هي هتتحط فين؟ طب نعمل ايه في الموضوع ده؟ دكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار الكرنك، اهلا بيك يا دكتورنا. اهلا وسهلا استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ ايه الحكايه بقى، هننقل تماثيل ولا وايه هي التماثيل دي، ودي موجوده فين وايه حكايتها؟ طبعا بالنسبه للتماثيل دي، هي تماثيل بتاخد شكل ابو الهول، جسم اسد وراس كبش. التماثيل دي موجوده في الجزء الخلفي من الصرح الاول، في الفناء الاول في معبد الكرنك، ودي كانت في الاساس كان امتداد لطريق المواكب الكبرى او طريق الكباش اللي هو موجود في مدخل المعبد، وتم ازاحتها على الجانبين من خلال حوالي يمكن 700 او 800 سنه قبل الميلاد، وهي موجوده هناك، موجوده حاليا وراء المبنى اللي هو مبني من الطوب اللبن اللي متخلف عن بقايا بناء الملك نختنبه الاول للصرح الاول. ده كان يعني دول مش من ضمن الكباش اللي موجودين على اليمين واليسار بتاع الطريق اللي قدامنا ده، بتاع الطريق الكباش؟ لا 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 طبعا، ده يختلف تماما الموضوع ده عن طريق المواكب الكبرى اللي بيصل ما بين معبد الكرنك ومعبد الاقصر، ده طريق مختلف تماما. والتماثيل اللي فيه مختلفة تماما من ناحية العصر ومن ناحية الشكل والحجم وكل حاجة، ده نوع وده نوع تاني خالص. ودول خلاص خدتوا قرار ان انتوا هتنقلوهم؟ هو طبعا صدر قرار من اللجنة الدائمة للآثار المصرية باختيار 4 تماثيل من التماثيل دي. احنا حاليا طبعا لسه بنعمل اعمال التوثيق الكاملة ليهم والترميم لكل التماثيل اللي تم اختيارها، وما زلنا في هذه المرحلة حتى وقتنا هذا. طب الأربعة دول من أصل كام؟ يعني في وراء المبنى الجرانيتي ده كام كبش؟ يعني احنا بنتكلم في حدود على احد الجانبين في بتاع حوالي 28 كبش، وعلى الجانب الثاني في تقريبا 22. ايه ده، يعني 40 كبش يعني؟ تقريبا اكتر من كده، بس ده مش مكان وجودهم الاساسي اللي كان بناه مصر القديم، ده هو اتحولوا، اي نعم برضه اتحولوا في خلال العصور المصريه القديمه في اواخر العصرات الفرعونيه تقريبا، علشان المصري القديم أقام بعض المباني اللي موجودة في الفناء الأول اللي كانت بتعترض مسار الطريق ده، فتم إزاحة التماثيل دي على الجانبين، جانبي الفناء الأول من اليسار ومن اليمين. طب دلوقتي السوشيال ميديا مقلوبة وبيقولوا إن التماثيل دي أما تتنقل في الميدان هيكتبوا بقى أحمد بيحب منى ويبوظوهم ويعتدوا عليهم، وفي ميدان التحرير في تلوث وحاجات كده وبتاع، يعني ردكم ايه في الاثار على هذا الامر؟ بالتاكيد اللي اخذ القرار طبعا على الاقل في وزاره الاثار دي، اللجنه الدائمه للاثار المصريه دي اعلى سلطه موجوده في الوزاره، وتضم نخبه كبيره من علماء الاثار وعلماء المصريات المتخصصين، اللي بالتاكيد لما بيدرسوا قرار او بياخدوا قرار لازم بيكونوا درسوا كل الجوانب بتاعته. طبعا ده مش قرار الوزاره بس، ده في طبعا جهات تانية هي اللي مسؤوله عن التنسيقات اللي هي الحضريه بتاعت الميادين وما الى ذلك. وبالتاكيد انا طبعا من خلال موقعي انا مش متخصص قوي في الحاجات دي، ولكن اكيد هيتم اتخاذ التدابير اللازمه للحفاظ على. طب انت كرجل اثار، يعني انا
انا شفت بقى الكباش ديت في روما وشفتها في لندن وشفتها في باريس، شفت انا تماثيل كبيره، وعلى النار في لندن عدد من التماثيل يمكن اللي معموله حتى مش بالحجر، اظن بماده اخرى يعني ضخمه كده، حاجه ضخمه جدا على الانهار في لندن. هل حضرتك مع نقل هذا لميدان التحرير؟ يعني تبقى شايف ان ده يبقى قرار جيد يعني؟ والله يا فندم هقول لحضرتك حاجه، مفيش يعني في مدرستين يا دكتور، في مدرسه انه ما حدش ينقل الاثار من مكانها، وفي مدرسه تاني احنا عندنا كتير فما فيش مشكله ان احنا خصوصا ان المكان ده قريب من المتحف القديم كمان. طبعا هو كل الاراء بيؤخذ وبيرد عليها، لكن لو حضرتك هتسال مثلا اي اثر في مصر هاخد قطعه اثريه من عندك، اكيد طبعا بيحس بالغيره، بيحس طبعا ان هو لا دي عندي انا والمفروض هي موجوده في المكان ده. طبعا ده يعني بيخلي بعض الناس يعني بتتكلم في الامور دي وحاجات زي كده، لكن هي طبعا اكيد القرار لما هيكون متاخد ومدروس لازم هيكون مدروس من كل جوانبه، مش بس مجرد وزاره الاثار، لا طبعا زي ما قلت لحضرتك في اكتر من جهه مسؤوله عن تنظيم الميادين تخطيطها. طب حضرتك هل في وقت معين هتتنقل فيه التماثيل دي؟ احنا حاليا شغالين طبقا لما يسفر عنه اعمال الترميم، لان احنا الاهم اهم شيء بالنسبه لنا اللي هو الحفاظ على سلامه التماثيل من اي ضرر، ولازم بنوثق كل والتماثيل المراحل. دي عمرها قد ايه يا فندم؟ يعني حوالي تقريبا 3000 سنه كده تقريبا. الدكتور مصطفى الصغير مدير عام اثار الكرنك بنشكرك شكرا جزيلا. دي حكايه.